سلام البنات، هنا وجدت معكم الفطور. وجدت هكذا بريري ديال اتاي خبيز، هكذا حطيت شويه ديال املو الزيتون. ايوا صافي، انا كنتو هانتوما البنات هنا راه ما كاينينش. صافي غادي غير نفطر البنات. انا راه فطرت دعاء ومشيت للمدرسه. ايوا صافي، انا غنجمع الفراش. انا راه باقا جانا ناعسه، انا غنوريها لكم البنات. باقا ناعسه غادي نوريها لكم. ايوا صافي، هنا هانتوما غادي نغطيها، راه عفتو ناعسه عرفتي لما جيب اخبار. ايوا صافي، المهم غنفطر البنات. ايوا عاد غادي ندير معكم الروتين ان شاء الله، وهانتوما معايا. نتمنى ان شاء الله هكذا يعجبكم الفيديو. صافي، الغزاله ديالي غادي نخليها هنايا. صافي غادي تنعس، انا بيت نعس، انتما كلشي باقي مرون. ايوا غادي نفطر ان شاء الله، عاد غادي نمشي نتقدى البنات. ايوا عاد غادي نجمع ان شاء الله الدار. هانتوما مع الفيديو. السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. الغزاله ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ امور ديالكم لاباس؟ نتمنىكم ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا بالصحه والسلامه وطول عمر. الغزاله ديالي ما نساوش الميمات الغاليات، الله يحفظكم ليا يا ربي. ونبداو ديما على الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جمعه مباركه عليكم البنات. هذا الروتين ديال نهار الجمعه، نتمنى ان شاء الله تكونوا هكذا دوزتوه بالصحه والسلامه وطول العمر نتوما وليداتكم والعائله ديالكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا فرحانين ناشطين، وانتم كتشاهدوا ديال الفيديو، فيديو جديد ونهار جديد معكم من يوميات ام الاء ودعاء. نتمنى الله ان شاء الله اخواتاتي يعجبكم هذا الفيديو. هذا فيديو حتى هو زويوان، فيه الطاقه وفيه الحماس. ديما الحداقه اختي، ديما الحداقه والنقاء والجميع والتاويل، هذا الشيء اللي كاين. ضروري اخوتي، ضروري اخواتاتي نجمعوا هكا الدار، ضروري ندوزوا على البلاصه واخا ما كنجلسوش فيها، يعني ندوزوا. المهم انا الصرار البنات كيف كنقول لكم ديما، راني ما كنجلسش فيها هكذا غير البنات الا جاو كيتفرجوا ولا جانا. المهم ضروري كيخليو ليا هكذا شي حاجه هكا محطوطه ولا. المهم ضروري خاصني كل صباح ندوز هكذا على الصاله، يعني نجمعها هي الاولى. الا كان ما فيها حتى شي حاجه نقدر نخليها حتى الاخير، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين الغزاله ديالي. كنشكركم كاملين، كنضرب لكم التحيه كاملين الغزاله ديالي. تحيه لكم فين ما كنتوا، تحيه لبنات الجزائر، تحيه لبنات تونس، تحيه الناس مصر، الجاليه المغربيه ديالنا، الدول العربيه كامله تحيه لكم فين ما كنتوا. تحيه هكا الجاليه المغربيه، كلشي كلشي في اوروبا فين ما كنتوا، تحيه لكم اخواتاتي. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. شكرا اخواتاتي الغزالات على التعاليق ديالكم الزوينه، الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. كنقول لكم سر اخواتاتي، الله يسهل عليكم والله يخلي لكم اختي وليداتكم، وتشوفوهم ان شاء الله في مرتبه عاليه ان شاء الله. جميع الخواتات اللي كيدخلوا عندي وكيكتبوا لي التعاليق وكيديروا لي اللايكات وكيتعاونوا معايا، بغيت ربي يسهل عليكم يا ربي يا ربي امين. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. غادي ندعوا مع واحد الاخت من الجزائر البنات، ام بديعو، خلات لي التعليق ديالها مسكينه، وغندعوا مع البنات كاملين، ندعوا معها بالذريه الصالحه، الله يجازيكم بالخير. كيف قلت لكم الغزاله ديالي خلات لي هكذا تعليق، قالت لي عليه الافضل والصلاه والسلام، دعواتكم معايا رزقني مولانا بالذريه الصالحه عاجلا غير اجل يا رب العالمين. 19 سنه الزواج بدون اطفال، عائشه من الجنوب الجزائر، تحياتي لك حبيبه وربي ينجح قناتك يا ربي يا امين. وحتى انا غادي ندعي معك حبيبتي، الله يرزقك يا ربي بالوليدات يا ربي، الله يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله، الله يفرحك ان شاء الله يا ربي في قريب العاجل ان شاء الله يا ربي. المهم البنات قريت التعليق ديالها وداعيت معاها، وحتى نتوما البنات دعوا معها، الله يجازيكم بالخير كاع البنات اللي باغين الذريه الصالحه. الله يفرحكم يا ربي في قريب العاجل ان شاء الله كاملين يا ربي. كلكم البنات اللي باغا الذريه الصالحه الله يرزقها يا ربي، يرزقها الوليدات يا ربي، يرزقها الوليدات والبنيات والوليدات، كلشي اللي جا من عند الله مرحبا به. وتحيه لك حبيبتي من المغرب حتى الجزائر، جنوب الجزائر، تحيه لك اختي عائشه ام بديعو، وهي سميتها عائشه، تحيه لك حبيبتي والله يفرحك حبيبتي، الله يفرحك ان شاء الله يا ربي. علاش لا، دعوا معها البنات، الله يرزقكم حتى نتوما والله يسهل عليكم
واي وحده بغات شي حاجه بغات تمناتها في قلبها، ربي غادي الا كان قلبك زوين ربي غادي يسهل عليك، واحد النهار غادي يسهل عليك الله. حتى نتوما دعوا مع هذه الاخت هذه، ودعوا مع خواتاتكم كاملين البنات كاع اللي باغا الدريه الصالحه. اي بنت كتفرج فيا مسكينه كم محرومه من الوليدات، غير صلي ودعي مع الله وهذا وان شاء الله ربي غادي يفرحك، اكيد غادي يفرحك الا كان قلبك زوين وانتيا زوينه وكتبغي الخير للناس وهذا ومهم كان قلبك زوين ربي غادي يفرحك ان شاء الله، والله الا ربي غادي يفرحك. المهم اخواتاتي هاد البنت هادي راه كتدخل عندي شحال من مره، شحال هادي راه يعني راه متتبعه قديمه عندي. ايوا الله يجزيكم بالخير، فرحوها ودعوا معاها، عافاكم البنات دعوا معاها، الله يجزيكم بالخير. وشكرا لكم كاملين البنات، شكرا اختي عائشه من جنوب، الله يفرحك حبيبتي والله يرزقك يا ربي. هادشي اللي كاين حبيبتي الله يرزقك من عنده يا ربي امين. هادشي اللي كاين اخواتاتي، صافي غزالات ديالي جمعت معكم الصاله، مشيت هكذا رديت الكسكسو ما شاركتوش معكم، نصبت هكذا الكسكسو، درت الخضيره، نتوما شفتوني قطعت الخضره وداكشي ودرت الكسكسو، راكم عارفين الحادقات معايا اختي، راه غير الحادقات معايا، ديما كنشارك معكم هكا الكسكسو. قلت هاد النهار بلا ما نصبو معكم من الاول ونشاركو معكم. ايوا صافي هنايا جمعت معكم الدار، جمعت معكم الصاله، المرح كنت جمعت البنات هو الاول جمعتو، وعاد مشيت هكذا الصاله جمعتها، معت الفطور حتى هما جمعتهم، غسلت المعينات، مهم يدي هنا ويدي هنا. راكم عارفين غير الدار اللي ما جففتش البنات، كنت هكذا راكم عارفين الروتين ديال نهار الخميس فاش خملت الكوزينه، راني جففت هكذا بالليل منين كملت البنات جففت الدار بالليل. صافي راكم عارفين ملي كتشوفوا حتى لديك العشيه راه كتصبح الدار نقي البنات، والله الا شوفوا الشقه تاع الليل والله تعوين بنهار بصراحه. شي ملي كنجف بعمر بالليل هكا كتصبح ليا الدار، الا جمعتها بالليل كتصبح ليا الدار نقيه نقيه البنات. ايوا واش غادي نديروا البنات، هذه هي مره نشقاو مره نجمع، والله كنجمع بنهار وكنجمع هكذا في العشيه. الا بغيتي دارك تصبح يعني ما مروناش بزاف بزاف، هو انا كديري لي هذاك الروتين في العشيه هكا، ملي تنوضي ديري كاسكروت دوري بالدار وجمعي هنا وقدي هنا وغسلي المعينات ديال العشاء، ما تخليهمش ديما الكوزينه، حاولي انك تغسلي المعينات ما تخليهمش، ما تعكزيش عليهم، راه اصلا ما مزيانش، اصلا قال لك ما مزيانش تخليها كدا ما عند العشاء. انا اصلا منين كنت البنات في دارنا كانت ماما معلمانا واحد القاعده، ما كنخليوش ما عندي العشاء، ما كتحمش هي اصلا تخلي الماء عند العشاء، وملي بدينا كنشقاو كنتعلمو كنشقاو صافي كتعلمنا، كتقول لنا الماء عند العشاء يتغسلوا صافي. داكشي علاش بقيت فيا انا الماء عند العشاء ما كنغسلهمش، يا ربي كنغسلهم تلبس يا اختي كنغسلهم البنات. ايوا صافي الغزالات ديالي كي قلت لكم صافي جمعت الصالون، رديت معكم هكذا كسكسو، مشيت هكذا رديتو درت اللحم والعطريه راكم عارفين والبصله وشحرتو وقطعت الخضيره، مشيت البنات راه كنت مشيت تقديت، كانت جانا ناعسه مشيت اختي تقديت رديت الكسكسو، رديت الكسكسو هكا عاد بديت كان مهم، رديت بعدا المريقه وداكشي عاد مشيت عاوتاني درت الخضره هكذا كطيب، فهمتوا؟ ايوا هادشي اللي كاين. ها نتوما مع الفيديو الغزالات، فيديو زوين فيه الطاقه فيه الحماس فيه كل شيء، وصافي هنا كنطوي الحويجات، وهنا راه معايا جان، راه ملي كنبغي نطوي الحويجات جانا كتبغي زعما حتى هي طوي معايا، هنا كان واحد شويه الحويجات قلت بلا ما يتعرموا عليا صافي كنحيدهم عليا، والله ما الا بقيت كنجمعهم كنبقى اليوم يوم يوم غنطويهم غدا غنطويهم اليوم غنطويهم غدا غنطويهم. ايوا صافي بقاو دوك المخيدات وداكشي غادي ان شاء الله هكذا باغي نخمل المراح، ونهار غادي نخملو داكشي غادي نركب بعدا دوك المخيدات وداكشي راه صبنتهم راهم غير دايرهم هكا في الشبكه وصافي. ود الحويجات كانوا عندي قلالين البلاص هكذا طويتهم ورتبتهم في بلايصهم وجمعت بيت النعاس ودرت بيه. ايوا صافي هذا هو الروتين البنات كيف العاده، الروتين هكا يومي يعني صباحي البنات. هادشي اللي كاين، صافي الغزالات ديالي هنايا صافي كندير لكم غير واحد جوله هكا خفيفه ان شاء الله، وهنايا راه غنمشي نشعل الفاخر ان شاء الله باش نبخر ندير شويه البخور هنا البنات. فاش كنت كنرتب في الحويجات راه ديما يدي في يعني في حوايج البنات ضروري كنقادهم، ضروري كنلقاهم زعل الكوليه شي حاجه،
ديما يديها هكا مع مع الحويجات ديال البنات، والله ما تخليش هكذا الماريو ديالك يتكركب فين ما تطوي بانت لك شي حاجه هكا ما زاقياش، طويها وقاديها باش هكا ديما الماريو ديالك كيبقى مرتب وكيبقى مقاد. ايوا صافي البنات، المهم دوك البيبان راه مفكوكي ليا، خاص هكذا يجيب راجل معلم باش يصايبهم، ما كيساليش البنات والله ما كيسالي باش يجيب هكا شي حد اللي غادي يركب لينا دوك يعني دوك البيبان ديال الماريو. عرفت والله الا تا هما دايرين لي واحد ارار في داك البيت والله، وانا ما بصراحه راكم عارفين احنا ما عارفينش هكذا نركبهم، ايوا كنتسنى الزوج ديالي ان شاء الله هكذا يركبهم وصافي البنات. هادشي اللي كان هو ركبهم واحد المره وتفكوا، يعني خاصهم يتبدلوا ليهم عاوتاني دوك البيزاغرات، راكم عارفين ما بقوش كيشدوا مزيان. صافي هنايا البنات كنت عاودت لك سكسو، هذه هي الفوره الاخيره، كنت هكذا رشيتو بالماء وخليته. المهم راه يدي هنا ويدي هنا البنات، راه عرفتي والله الا راه درت الكسكسو كيشرب ومشيت كنطوي في الحوايج، والله الا مشيت كنطوي في الحوايج، وعاد عاوتاني ملي كملت الحوايج جيت لقيت هكذا كسكسو يعني شرب على خاطرو، خليته على خاطرو وصافي البنات. انا كان باقي الوقت، حنا راه باقي هنا كان باقي حنايا يعني الوقفه ديال نهار الجمعه باقا ما بداتش، فهمتوا؟ حنا ما كيساليو الصراحه حتى شي جوجونز بحال هكا، عاد كيساليو الصاله ما كيبداو حتى لديك شي الوحده و45 بحال هكا، المهم عاد كيبداو ولا جوج بحال هكذا، المهم ما كيبداوش الصالات بكري، حنا الاخيرين البنات. صافي هنايا كيقول لكم شعلت الفاخر، بخرت هكذا الدار، راكم عارفين شوفوا هنا بناتي راه فين ما انا غادي هما تابعيني يا اختي والله، انا ما كنبغيش نشد عليهم بزاف بزاف، حيت بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي حاولي انك تبعدي بناتك هكا على اليوتيوب. اختي راه هما كيجيو قدامي، انت شوفي اش ديري ليا، هما يا اختي كيجيو قدامي، هما اصلا كيبغيو يبانوا، قالت لك لاله باش يبقاو عندهم الفيديوهات ذكريات يا اختي، يبقاو يشوفوا منين يكبروا يشوفوا روسهم هكذا ملي كانوا صغارين. ايوا هادشي اللي كاين. صافي هنايا بخرت اختي الدار، بخرت بيت النعاس، مشيت للصالون، المهم درت على الدار كامله. صافي هنا كندير لكم يعني غير جوله هكا خفيفه على الدار وصافي، هادشي اللي كاين غزالات ديالي هنا. الكسكسو صافي راه قربي يعني فور، صافي جيت صافي غير حطيت البنات الفاخر، صافي مشيت مباشره هكذا نسقي هكذا الكسكسو. صافي البنات هذا هو الكسكسو ديالي، راكم عارفينو عارفين الكسكسو كيفاش كنصبو كيفاش كنشاركو معاكم ديما ديما. صافي هنا غادي نسقي ان شاء الله هكذا القصيعه ديالنا وغادي نتغداو، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. وكنشكر بزاف ديال البنات اللي كيعجبهم الكسكسو ديالي والمخيمرات يا اختي المعتمدين عندي نهار الجمعه، ديما اختي انا نهار الجمعه راه كنشارك معاكم يعني نهار الجمعه ما عنديش ما كنغيرش، فهمتوا؟ يعني الجمعه يعني معروف عليا غادي ندير كسكسو ضروري كيبغيوه ليا، وغادي ندير مخيمرات ضروري خصني ندير مخيمرات. حيت فاش كنت في دارنا البنات كنا نهار الجمعه كنديرو مخيمرات ضروري، نهار الجمعه كنديرو مخيمرات. عاوتاني ملي تزوجت راجلي حتى هو كيموت على المخامر. ايوا صافي واحد المتتبعه كانت قالت لي ديري معنا الطريقه ديال المخيمرات من العجينه من الاول حتى الاخر. المهم راني شاركت معاك اختي من الاول حتى الاخر، بزاف ديال المتتبعات كانوا قالوها لي، وواحد المتتبعه كانت قالت لي على الفران، كانت قالت لي على الفران، قالت لي شاركي معنا الفران ديالك يعني الخبز، يعني من تعجني الخبز ديالك شاركي معنا. المهم راه شاركته معاك ان شاء الله الفيديو الجاي، هادشي اللي كاين. وقالت لي واش كيطيب لك الخبز، كنطيب اختي هذاك هو الفران اللي فاش كنطيب انا الخبز، ما عندي حتى شي فران اخر. علاش كتشوفوا ديك الصفوريه فيه ديال الطيب؟ حيت هو عليه الدرك يا اختي، هو اللي عليه الدرك، ما عنديش يعني شي فران دي يعني ديال الغاز ولا، فهمتوا؟ هذاك هو الفران علاش كنطيب من يعني منين خديته، وهو عندي البنات والله الا منين خديته من 2020 ايطيماط، ديك الساعه الله خرج ايطيماط كان جابوا لي راجلي، كان عندي فران اخر سميتو ايطيماط نيت عادي، حتى هو كان زوين يا اختي، كان رائع كيطيب الخبز، الا ما قبلتيش يحرق لك ضروري شي خبزه تحرق لي انا شي نهار. ايوا حتى هذا الا ما قابلتوش راه خصني ملي نكون كنطيب الخبز خصني ديما نكون انا حداه، ما خصنيش نخرج من الكوزينه. ايوا صافي وهذا اللبن البنات فاش مشيت هكا تقديت جبت اللبن هكا ديال العبار، ولكن ما عجبنيش البنات، ما زوينش بصراحه. والله الا الله
حشومه عليهم يبيعوا شي لبن هكذا يعني. عرفتوا البنات ما كملش حتى العشيه صافي حماض، فهمتوا؟ ما زوينش البنات، ما عجبنيش. ايوا مولفه كنجيب انا دوك الساشيات خنيشات هكا ديال الساقيه الحمراء، وقلت منين دزت هكذا لقيت اللبن حدايا قلت زعما غادي يكون زوين هذا ديال العبار، حيت ديال العبار البنات خصكم بحال دابا علاش ما كناخذ انا هكذا اللبن ديال العبار، خاصك تاخذيه من عند شي واحد يكون مضمون يعني يعطيك اللبن يعطيه لك زوين. وقلتها له قلت له زوين، قال لي اه زوين، ولكن البنات ما عجبنيش. وقلت لكم غير في العشيه حماض صافي، حماض ليا ما ولا حامض، فهمتوا البنات؟ خايب اصلا، فاش كنا كنشربوا فيه ما زوينش اصلا، بناتي ما عجبهمش. ايوا صافي، هذا هو الكسكسو ديالي انا وبنياتي اختي. حطينا اختي القصيعه كناكلو يا اختي الكسكسو. دابا والله الا كان مونطي معكم الام يا اختي، كليتو غير البارح وتهيتو. انا راه من عشاق الكسكسو، انا راه ما نكرهش البنات مثلا ناكل كسكسو اليوم ونقدر الا داز شي قصيعه هكا من حدايا يعني ناكلها، كيعجبني الكسكسو. وحتى بناتي خرجوا ليا كيعجبهم الكسكسو، راجلي حتى هو عنده مع الكسكسو يعني ضروري، واخا يكون كاع حتى راجلي مسافر راه ضروري البنات ندير الكسكسو، والله الا تا ضروري ندير الكسكسو. ايوا صافي، تغدينا البنات وارتاحت واحد شويه، ومونطيت معكم الفيديو ديال البارح. شكرا للبنات اللي كانوا شكروني هكذا على الفيديو، عجبهم الفيديو يعني كل وحده شنو قالت لي البنات. المهم هنايا غادي نشرح للمتتبعه اللي طلبات مني المخيمات. انا عندي الدقيق البنات العادي ماشي الفورس، عندي الدقيق الحرش يعني. ديما كنشارك معكم الخنشه اللي كناخذها البنات ديال 50 كيلو، ياك 50 كيلو اللي كنشارك معكم البنات ديك الخنشه كناخذوها من الزون. المهم هذا الدقيق الحرش كيكون حرش، فهمتوا البنات؟ كاين بعض المرات كناخذوه كندير منه تلبس من البنات، ندير منه هكا المخامر، تصايبي منه حتى الكيكه، فهمتوا؟ وكاين بعض المرات كيكون يعني تصاوبي منه بحال دابا هذا، ماشي 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 زوين كيف كنت كناخذه، فهمتوا؟ المهم هذا مهم، ماشي بحال الدقيق اللي داز عندي اللي دازو عندي زوينين، هذا شويه بعدا شويه ماشي ما ديريش بيه هكا بسمن يعني على المخامر والخبز البنات. صافي درت معاه واحد الجبانيه هكا ما عمراش ديال القمح، درت المهم غديري قياس ديالك انت ديال المخيمرات وكنراكس بالقمح. انت الا كان عندك الفورص غادي ديري الفورص وديري معاه القمح، ديري واحد السلافه ديال القمح مهم على حسب العائله انتيا. مهم صافي، في العجينه درت الخميره ديال الدار، ودرت البنات شويه ديال السكر. الا عندك سنيده غديري واحد جوج معلقات ديال السكر، كان عندك هكا السكر هكا طوب ولا داك السكر اللي كتاخذوا ديال الكرتونه غادي ديري وحده وحده ونص بحال هكذا. المهم ضروري المخيمرات يكونوا فيهم هكا شويه ديال السكر باش كيجيو حتى هما يجيو محمرين وما كتبقيش غير واقفه بزاف بزاف دغيا كيتحمروا لك. المهم ودرت الخميره والمليحه البنات صافي، وانا عجنتها هانتوما. والعجينه الماء ديال العجينه يكون دافي ما يكونش سخون بزاف صافي. هنايا البنات هانتوما ملي جمعت العجينه راه ماشي كندلكها، راه غير كنجمعها المره الاولى وصافي، وكنديها وكنجيبها صافي، وكنبدا نعطي. هنا راه كانت معايا اختي وكنهضر معاها، جات لقاتني كنعجن. ايوا صافي البنات، هي هذيك البنات جريو شويه العجينه ديالكم ما تقصحوهاش الا بغيتو الخميرات يجيوكم زوين. هذا الشير هذا حنا كنقولوا له شير، فهمتوا؟ حنا كنقولوا له شير، كاين بوشير، هذاك بوشير هذاك كيكون شويه عاوتاني العجينه ديالو جاريه البنات، فهمتوا؟ هذا الشير، كاين بوشير وكاين الشير البنات. صافي الغزالات ديالي هنا صافي، كي قلت لكم هانتوما كتخليو العجينه كتبقاو تعطيو الماء وتضربي بالبونيه، تعطي الماء وتضربي بالبونيه صافي، كتخلي شويه العجينه مرخوفه، فهمتوا؟ هانتوما شفتوها كتخليوها مرخوفه وما تكونش هكا كتلصق في اليد، فهمتوا؟ المهم خاصها تكون شويه جاريه صافي. وكتخمريها في القصعه، كتخمريها هكا في القصعه صافي، الخمره الاولى في القصعه صافي، كتخليها تخمر في القصعه صافي واحد 10 دقائق هكا على حسب الجو، فهمتوا؟ انا عندي الكوزينه دغيا كتخمر لي العجينه في ساعه 10 دقائق البنات صافي، كنبدا نصايب المخيمرات ديالي ما كيتعطلوش، عندي الكوزينه سخونه.
صافي البنات صافي هنايا كنبدا نقرص وكنحط. يعني انت اللي بغيتي ديري هكا مخيمرات صغارين، بغيتيهم ميان، بغيتيهم كبار، اللي يعجبك. المهم هاد الشير هذا ممكن ديرو، انا ميان راك شفتوني ما كنديروش صغير بزاف وما كنديروش كبير بزاف، يعني متوسط. صافي هنا كندير الدقيق، ما كنديرش القمح، ما كنديرش السميده، ما كنلولب بالدقيق باش عجنت. الا كان عندك، مهم انا الدقيق باش عجنت هو باش كنلوي. الا كان عندك الفورص مثلا، كنتي غتعجني الفورص ولا شي حاجه، غتشدي شويه ديال الدقيق ديال الفورص وغديري معاه القمح، غتخلطي معاه القمح باش يولي شويه هكا حرش وصافي. ولا يمكن تلوي كاع بهذاك الفورص، تلوي به هكا المخيمرات ديالك. المهم هاد الشير هذا حنا البنات ما كنديروش بالسميده ولا القمح، كنلويو غير بالدقيق. يعني الدقيق حتى الا كان فورص راه كتلوي به عادي، فهمتوا؟ مهم هادشي اللي كاين. صافي هانتوما لويت المخيمرات ديالي، دابا غادي نخليهم غير يرتاحوا واحد شويه. انا غادي ندير دابا المقله غير يرتاحوا البنات شويه، صافي غادي نبدا نقرص ونبدا نطيب. صافي هذه الاولى غادي نقرصها وغادي نرميها في المقله مباشره. صافي ما كتخليه لا يخمر لا حتى شي حاجه، صافي غير كيرتاح شويه واحد 5 دقائق كيرتاح. شوفوا الا كنتو مخليين العجينه ديالكم جاريه راه غير كتلوي ودغيا كيترخى في ساعه البنات كيترخى. غير خلي العجينه ديالك مرخوفه باش منين تبغي تجي تقرصي ما تعذبيش في التقراص، ما يكونش هكذا المخيمرات يجيوك هكذا في التقراص يجيوك قاصحين. هو الشير اللي بغيتيه يجيك زوين رخفي ليه العجينه ديالو، رخفيها ليه جريها ليه، فهمتي؟ ايوا صافي هانتوما كي قلت لكم لويتو درتو في البلاطو، خليتو يرتاح واحد 10 دقائق هكذا. صافي بما سخنت ليا المقله صافي بديت كنطيب. هانتوما الاولى كيما قرصتها كيما نحتها، هانتوما كيما نحتها هانتوما غتبان لكم تنفخات غتنفخ. هنا كنبدا كتشوفوني هنا كنقرص وكنحط غير كنوجد. دابا طابت هذه، يعني الثانيه اللي تابعاها هي اللي غادي نرمي، وكانت مغاديه كان هانتوما كتشوفوا. غادي نوريكم ملي غادي نبدا. المهم هنا كنقرص وكنحط، كنقرص وكنحط غير باش العجينه ديالي ما مع سخوني الكوزينه وداكشي باش ما تفرقعش ليا، فهمتوا؟ صافي وكنبدا نقرص وكنحط، كنقرص وكنحط. صافي كنبدا مثلا الاولى غادي نبدا بالثانيه اللي تابعه هذه، الثانيه اللي تبعتها. صافي وهانتوما كنحط المخيمرات ديالي وكنضربهم هكا بيديه شويه، وديك الساعه كنقلب راه ما كنخليش المخمرات تحمر من التحت. لا، الا بغيتي المخيمرات يجيوك زوينين ويتنفخوا معاك ما تخليش المخامر يتحمروا من التحت، غير تشوفيها هكذا غير تلوحيها شويه وقلبيها ما كاملاش، مهم شويه وقلبيها. راك تشوفوني انا غير كنحط المخماره، واخا مزرب الفيديو راه غير كنحط المخماره وديك الساعه كنقلبها غير واحد شويه وكنقلبها، ما كنخليهاش حتى كتحمر، بقى خضره يعني كنقلبها. الا بغيتي المخمار ديالك يجيك منفوخ ويجيك مهوي وقرصيه مزيان، عرفتي؟ ما تخليهش غليظ، رقيه، عرفتي؟ يجي رقيق البنات، رقيه. وهو راه سبحان الله هو هذا الشير كيجي رقيق، كيجي وكيجي مفرز على بعضياته وكيجي منفوخ. انتما كتشوفوا هو دغيا كيحمر معاكم، فهمتوا؟ دغيا كيطيب البنات ودغيا كيوجد. الا باجا عندك شي ضيف دغيا كنعجنو، انا لا جا عندي شي حد دغيا كنعجنو. بما هكا درت شحال من حاجه هكا في الكوزينه كنلقاه خمر ليا، صافي دغيا كيخمر ليا 10 دقائق كيخمر ليا كنحسب له وصافي وكيخمر ليا. هانتوما البنات غير لحت المخماره صافي شويه وقلبتها. الا بغيتو المخيمرات يجيكم ناجحين ما تخلوش المخامر حتى يتحمروا، عاد قلبي راه ماشي البطبوط هو، وراه حتى انا البطبوط اللي درتو البنات راه ما كان البطبوط حيت كيتخمر، كتقرصيه وكتخمريه عاد كتبداي طيبي. حتى البطبوط البنات ما كنخليش يحمر انا من التحت، الا بغيتو يجيني مفشفش ويجيني منفوخ ويجيني زوين، يعني ما كنخليش غير كنلوح المخماره وكنقلبها ديك الساعه شويه وكنقلبها. صافي البنات راكم معاكم هكا الطريقه ديال المخيمرات اللي بزاف ديال البنات كيعجبوهم هذا الشير هذا، المهم شاركته معاكم وشرحته لكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا هكذا فهمتوا عليا. وبحال الاخت ام رمزي راه جربت، قالت لي جربت المخيمرات اللي كندير راه جرباتهم البنات. ايوا هادشي اللي كاين. المهم ما عرفتش كل المتتبعه اللي كانت خلات لي، جوج متتبعات كانوا خلاو لي قالوا لي شاركي معنا المخيمرات اللي كديري. المهم البنات راه دغيا كيوجد معاكم الكاسكروت، جا عندك شي ضيف ماشي ترقديه يعني يخمر في القصعه ويخمر عاوتاني في الطبله، لا هذا راه دغيا هانتوما شفتوا
انتما بدغيا بديت طيب ثلاثه وكانت مغاديه يعني وحده تابعه وحده اللي حطيت من مورا هذيك هي اللي كنهز صافي كنبقى نقرص وكنحط ورقي المخماط ديالك هذا الشيء هذا رقيه ايوا هذا الشيء اللي كاين نتمنى ان شاء الله تفهموا عليا الغزاله ديالي نتمنى هكا شرحت لكم المهم انايا حيت غير هكذا انت على حسب القياس العائله عندك انا مهم هنا درت جوج جبابن ونص جوج جبابن ونص ديال الدقيق ودرت نص جبانيه ديال حيت عندي الدقيق حرش انا حيت القمح كنبغي نراكسو به باش كيجي زوين فهمتوا ضروري انا هاد الدقيق هذا كنراكس به القمح ضروري كنراكس به شويه القمح واخا عندنا هكا شويه حرش كاين بعمرات كيكون رطب كاين بعمرات كيكون حرش المهم ضروري ندير الا كنت لقيتو حرش ما كنكثرش القمح المهم هنايا هاد الدقيق هذا عندي شويه حرش كندير يعني القمح كندير غير القمح البنات كندير غير درت غير نص جبانيه جوج جبابل ونص ديال الدقيق ونص جبانيه ديال القمح صافي والخميره وشويه السكر ومليحه وعجني العجينه ديالك ورخيها وخليها مطلوقه كيف قلت لكم الغزال ديالي خلي العجينه ديالك مرخوفه باش ينجح معك هذا المخامر ما تقصحيش العجينه خليها شويه جاريه صافي البنات ما تخافوش منها ومنين تبغيو تعجنوا العجينه دهنوها بالزيت وديروا عليها شي ميكا وديروا عليها شي منديل هكا شي فوطه ولا منديل على حسب نتوما الا كان البرد ولا شي حاجه يعني خليها باش تخمر وشفتوني منين خمرات في القصعه درت ليها شويه ديال الزيت باش هكا كتجمع لي معايا دغيا صافي هنايا كنوريكم الخميره فتحت لكم وحيده حيت هذوك الجوج كانوا سخانين فتحت لكم الخميره نتوما شفتوها يعني ما معجنه ما حتى شي حاجه كيجيو الخميرات ناجحين هذا الشير البنات غير كنقول لكم الخميرات صافي حطيت البنات شويه الزيت شويه سلقت ليهم البيض هنا هذه القرعه ديال العسل سالات ليا وكان جاب ليا راجلي هذيك القرعه الاخرى ايوا صافي حطيت لهم شويه ديال العسل حطيت البيض مسلوق فرماج الزيتون الحار الزيتون الكحل وشويه الزبده اللي بغى شي حاجه غادي يهز هادشي اللي كاين البنات هادو هما الشيار اللي شاركت معاكم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد الشيار ونكون هكا المتتبعات ديالي اللي طلبوا مني هكا الطريقه نتمنى ان شاء الله نكون هكا شرحت لكم مزيان قبلوا عليا اختي قبلوا عليا راه ما كنعرفش نشرح بزاف غير قبلوا عليا وقولوا لي واش كنشرح مزيان ولا لا ايوا هادشي اللي كاين هنا كنوريكم الخميرات راه كيجيو رائعين البنات والله ما كرهتكمش تجيو تاكلوهم عندي ويعجبوكم لان بزاف ديال البنات كيعجبوهم هكا الخميرات كيجيو محمرين كيجيو زوينين كيجيو محمرين كاملين يعني ناجحين يلا هنا كنقول لكم السلام عليكم نجيكم ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم.